ما اكتملت فرحة عبد الله العثمان بتخرجه إذ فجع بوفاة والده فجأة. فتحت الخيارات الصعبة أمامه في الوقت اللي كان عنده أحلامه الخاصة، لكن مسؤوليات أسرته، أمه وإخوته الصغار، تجارة والده، كل هذه الظروف كانت تعيق هذه الأحلام. كان أيضا مشغول بالتفكير من أين سيجني المال، هل يبحث عن وظيفة، أموال إخوته اليتامى هل يستثمرها، ماذا لو ضاعت وخسرها. خيارات صعبة جدا على شخص في مطلع شبابه. قبل ما نعرف اللي صار مع عبد الله العثمان، يجب أن نعرف أن الشاب قليل الخبرة كان يملك ميزة اتخاذ القرار، وكما تعلم في جامعته الحلول البرمجية، قرر أن يجد حلولا اقتصادية لمستقبله ومستقبل أسرته. ركض عبد الله نحو حلمه بشجاعة وبإقدام، وقرر أن يكون عبد الله العثمان الذي يصنع نفسه بنفسه. انهيت المرحلة الجامعية في عام 2007. بعدها بفترة بسيطة في يوم الجمعة أتذكر صار لي مشهد لا يمكن أنساه طيلة حياتي. صلينا الجمعة أنا وإخواني، بعد ما صلينا العادة أن نحن نصلي مع الوالد ونجتمع سوا. بعد ما صليت فقدت الوالد، فقلت بطلع أشوف الوالد. ففي البيت طلعت الوالد، طقت عليه الباب، ما حد رد علي. فدخلت الغرفة قلت يمكن الوالد نايم ولا شيء. فلما دخلت شفت الوالد نايم بشكل غريب يعني، وجست شيء، كنت خايف من شيء، ومن قوة الخوف يعني ما كنت أقدر أقرب. فناديته من بيت، قلت له أبوي ترى صلينا، ولا كان يرد. فقربت منه، مسكت يده، حسيت أنه قاسي شوي، فمن الخوف ما قدرت حتى أكمل، حسيت أنه في شيء. مع العلم أني ما في مرة في حياتي شفت إنسان فاقد الحياة في حياتي. ذهبت بشكل سريع لعمي، كلمت عمي قلت له يا عمي أنا باك في موضوع الحين بقابلك. قابلني بشيء يمكن في خلال نص ساعة. دخلت أنا وياه، شاف الوالد، كان الوالد متوفي. فكان مشهد قدام عيني لا يمكن أن أنساه. فأخذوه ودوا الوالد الله يغفر له للمغسلة، لزمت أني أنا أغسل الوالد. فدخلت على الوالد وكنت من وغسلته الله يغفر له ويجعل مثواه الجنة، وصلينا عليه ودفناه أنا وإخواني. وبعدها الناس كلهم، حتى في أتذكر لما كنت في المقبرة كان الناس كلهم راحوا، وأنا وإخواني، كان عندي إخوان صغار إبراهيم سعود، كانوا جالسين معي وجالس معاهم نشوف القبر، وجلسنا ممكن أكثر من ساعتين. فكان موقف لا يمكن أن أنساه، وفي ذلك اللحظة أنا عرفت أني لا يمكن أنساه ولازم أني أتعايش معه.